السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي طبخ سهل مع سناء. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم ميني طارتوليت بكريمه اللي بسيطه وسهله وكيجي ولدات ما كياخذوش وقت في التحضير ديالهم. غادي نشارك معكم العجين ديال ميني طارتوليت والاسرار النجاح ديالو اللي كيخليه انه يبقى في الفورما ديالو كيف ما حضرناه من الاول. نتمنى انكم تتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا على المكونات ومراحل التحضير ديالو اللي هي مهمه باش انهم ينجحوا معكم. بلا ما نطول معكم ندوز نشوفوا المكونات وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات العجين كنحتاج 250 غرام ديال الدقيق يعني ربع ما يعادل 2 كيسان اونص من كاس العنبه، 125 غرام ديال الزبده تكون بارده ما يعادل نصف ربعه، حبه وحده ديال البيض تكون بارده مزيان، فانيليا سائله او ساشي واحد ديال الفاني، رشه صغيره ديال الملحه، جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي مغربل، والحليب كيبقى على حسب الخليط ممكن اننا نحتاجوه ممكن ما نحتاجوش، من جوج معالق حتى لثلاثه عامرين مزيان كبار. طريقه في بول كندير الكميه ديال الدقيق ديال ربعه 250 غرام يعني جوج كيسان ونص بالكاس ديال العنبه، كنضيف عليه الزبده تكون بارده مزيان 125 غرام يعني نصف ربعه، وكنضيف رشه صغيره ديال الملحه، كنضيف سكر كلاصي مغربل ضروري يكون مغربل عندي جوج معالق عامرين مزيان، ولا بغيتوا الحلاوه تكون باينه اكثر ممكن ديروا حتى ثلاثه د المعالق عامرين مزيان. هنا كناخذ الحبه ديال البيض اللي كتكون حتى هي بارده ما تكونش سخونه، كنديرها كفاد الزليفه هذه وكنخليها جنب، وكناخذ المكونات كامله ديال الدقيق والزبده مع السكر مع رشه الملحه، كنبسسهم مزيان بالزبده حتى كيندمجوا مع بعضياتهم ما كيبقاش الدقيق معزول على الزبده، يعني كيرجع عندي عجين مرمل. بالنسبه للزبده ضروري تكون بارده، الا كانت عندكم سخونه ديروها في المجمد حتى تبرد لكم مزيان وخدموا بها باش كينجح لينا العجين ديالنا وما كيصغرش او كيهبط من بعد ما كيطيب في الفران. يعني غادي نعطيكم جميع الاسرار اللي غادي ممكن تخلي لكم العجين ينجح لكم بعد ما يطيب ما يصغى ما يوقع ليه حتى شي حاجه. من بعد ما خدمت الدقيق مع الزبده كنحصل لك على هذا الشكل بحال شكل الرمله يعني عجين مرمل، كنضيف ليه حبه ديال البيض كتكون شويه كبيره وتكون بارده ضروري تكون بارده، كنضيف الفانيليا السائله باش غادي نسم هذا العجين ديالي، ممكن تضيفوا ساشي واحد ديال الفاني ولكن ماشي في هذه المرحله، هذه في المرحله الاولى فاش غتخدموا الزبده مع الدقيق. وكنخدم مزيان الخليط ديالي مع هذيك البيضه غير بالاصابع، نسيت ما ذكرتهاش معكم في بدايه التحضير ديال العجين، يعني خدموا العجين غير بالاصابع ما كندلكوهش بالكف بحال كنعجنوا كنجمعوه غير بالاصابع، وما تضيفوش الحليب حتى تجمعوا مزيان العجين بهذيك البيضه عاد تشوفوا واش خاصكم الحليب اولا لا، لان تقدر يخصكم يقدر ما يخصكمش. غنبقى مستمره على هذا الشكل حتى نجمع العجين مزيان بهذيك البيضه بالاصابع ونشوف واش غادي يخصنا الحليب اولا لا. من بعد ما جمعت العجين كنحصل على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا، مازال ما تجمعش مزيان، كنضيف ليه في هذا الاول هذا جوج معالق عامرين مزيان، ممكن تضيفوا بمعلقه معلقه، هنا درت انا جوج معالق عامرين مزيان، ونعاود نخدم العجين غير بالاصابع كيف ما ذكرت معكم ماشي بالكف حتى كيتجمع لي العجين. شفتوه مازال ما تجمعش ممكن تضيفوا المعلقه الثالثه، يعني كياخذ من جوج معالق حتى ثلاثه، هذا هو الماكسيموم ديالو في العجين المرمل بالنسبه ل 125 غرام ديال الزبده. صافي هنايا بعد ما جمعت العجين هذا هو القوام ديالو كيف ما كتشوفوا معايا، كيكون هكا رطب ما كيكونش قاصح بزاف. بالنسبه للكميه ديال الحليب خدا ليا جوج معالق كيف ما شفتوا معايا، وبالنسبه للمعلقه الثالثه باقي عندي في الزلافه كيف ما كتشوفوا، كنلوي مزيان في بلاستيك ولا سلوفان، كندخلو الثلاجه المده اللي بغيتو ساعه نص ساعه ساعتين الوقت اللي عندكم، قد ما جلس في الثلاجه كيعطينا الطوع الخدمه مزيان، يعني هذا هو السر اللي كيخلي العجين من بعد ما يطيب يبقى الشكل ديالو هو هذاك. صافي هنايا بعد ما خرجتو من الثلاجه المده ديال ساعتين، انا خليتو ساعتين ديال المكانه، كنزول البلاستيك فاش كنت لويتو وكنقسمو على جوج ديال الاجزاء، هنا المهم كيبقى على حسب اتساع اللي عندكم سطح العمل. كناخد الكره الثانيه كنلويها مزيان في البلاستيك الغذائي وكنعاود نردو الثلاجه حتى الوقت اللي غادي نبغيه. وبالنسبه لهذا الجزء الاول غادي نطلقو ما بين جوج ديال البلاستيكات، ضروري ما بين جوج ديال البلاستيكات ولا جوج اوراق الزبده بحال غادي نطلقو العجين ديال الصابلي. بالنسبه للسمك ديالو ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ اكثر من اللازم، يعني يكون ما بينه وبين واحد السمك اللي هو معقول. من بعد كناخذ قطاعه دائريه تكون كبيره على الليمون اللي باغا نحضر، تكون كبيره عليهم شي شويه، وكنقطع العجين دوائر كامل
كناخد الدائره ديال العجين كنديرها هكا في هذا ميني مول هكا صغيورين. اول حاجه كنثبت العجين في التحت ديال المول حتى كيشد بلاصتو مزيان، عاد اللي كنطلع مع الجوانب وانا كنضغط على العجين باش كيتشكل العجين على شكل ليمون. وفي الاخير كنزول هذاك الزائد اللي كيطلع ديال العجين اللي كيجي من فوق من الليمول وكيجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. صافي غادي نخليه جنب وغادي نستمر بنفس الطريقه الليمون كامل اللي عندي ونطلق العجين كامل ونقطعه بالقطاعه ونثبته هكا على العجين. المهم الطريقه واضحه في الفيديو. وبالنسبه لهاد الليمون ما دهنوهمش بالزيت ولا بالزبده لان العجين فيه كميه كثيره من الزبده، ما يحتاجوش ندهنوهم، غير رشوهم بشويه ديال الدقيق ديال الفرن صافي. وبالنسبه لهذاك الزائد اللي كيبقى لنا في كل كويره ما تجمعوش بيديكم، يعني ديروا شي فوق شي هكاك دوك الطريفات كما هما، شي فوق شي غير بالاصابع، ولويهم في بلاستيك غذائي وردوه للثلاجه حتى تكمل الكويرات كاملين اللي عندكم، وعاودوا رجعوا ليه حتى هو طلقوه بنفس الطريقه وخدموا به، غير ما تجمعوش ديروا شي فوق شي. وبالنسبه اللي ما عندهاش هكا د ليمون صغار كثار عندها في المنزل، ماشي مشكل، خدموا بداكشي اللي عندكم بخمسة ولا عشرة ديال ليمون اللي عندكم خدموا بهم، والعجين ديروه في بلاستيك وديروه في الثلاجه حتى يخواو لكم ليمون على خاطرهم، وعاود رجعوا للعجين خدموا به، راه ما كيوقع ليه حتى شي حاجه واخا يبقى حتى الغد ليه، لان ما فيهش خميره الحلويات اللي غتخسر لنا العجين. يعني هادشي اللي كاندي انا بالنسبه للليمون، عندي تقريبا غير شي 10 ولا 11 هكا ديال هذا مينيمول كنخدم بهم، والعجين كنجمعو كنديرو في الثلاجه حتى كنكمل وعاود نرجع ليه، يعني ما كيخسر ما حتى حاجه. من بعد ما شكلتهم كاملين كناخذ هنا فرشه وكنحاول نثقبهم مزيان خصوصا من القعر ديالهم باش ملي كيطيبو ما كيتنفخوش وما كيخسرش ليهم الشكل، يعني كيبقاو مثبتين على المول. صافي كنستمع على هذه الطريقه حتى كنثقبهم مزيان. من بعد ما ثقبتهم كنجمعهم هكا في هاد الطبيصل وكندخلهم المجمد تقريبا واحد ربع ساعه حتى لنص ساعه على حسب الوقت اللي عندكم حتى كيبردوا مزيان. بعد ما درت عليهم نص ساعه في المجمد جمدوا مزيان كنعمرهم هكا في هاد اللاطه وكندخلهم الفرضان، النار كتكون متوسطه ما تكونش مجهده باش يطيبوا على خاطرهم، ماشي يتحمروا من الخارج ويبقاو من الداخل معجنين. بالنسبه للاخوات اللي غادي يخافوا انهم يتنفخوا ليهم وخا تقبتوهم بالفرشيط ممكن تسقلوهم بحبيبات ديال العدس ولا حبيبات ديال اللوبيا حتى كيطيبوا وكتزولوا الحبيبات اللي تقلتوا بهم. بالنسبه للمكونات الكريمه كنحتاج نصف لتر ديال الحليب، فانيليا سائله اللي كانت متوفره، ولا جوج ديال الساشيات ديال السكر الفاني اللي كان عندكم، جوج حبات ديال صفار البيض، اما البيض ما كنخدمش فيه في هذه الكريمه، النشا ثلاثه ديال المعالق ما عامرينش بزاف كبار، او مستحضر كريم باتيسير اللي كان متوفر لكم ممكن تخدموا به الكريمه ديالكم، والسكر سنيده كيبقى على حسب الذوق من جوج معالق حتى ثلاثه معالق اللي هما كبار. اول حاجه بالنسبه للطريقه، في كاسرونه هذاك نصف لتر ديال الحليب كناخذ منه غير ربع، والربع الثاني كنخليه من بعد، كناخذ هذا اللي في الكاسرونه كنديروا فوق عافيه اللي هي متوسطه، مهم غير يغلي داك الحليب كنخليه يغلي مزيان، وكنرجع لكاسرونه وحده اخرى كندير فيها صفار البيض، جوج صفار ديال البيض يكونوا بحجم اللي هو كبير. فانيليا السائله غندير غير شويه لان عندي مركزه، ممكن تعوضوها بجوج ديال الساشيات ديال السكر الفاني باش تبان النكهه ديال الفاني اكثر في الكريمه، وكنضيف السكر سنيده، هنا درت 3 ديال المعالق ما عامرينش بزاف كيف ما كتشوفوا معايا، والسكر كيبقى دائما على حساب الذوق. كنخلط مزيان هاد المكونات ديال السكر مع صفار البيض حتى كيندمجوا مع بعضياتهم، ما كيبقاش يبان ليا نهائيا السكر معزول على صفار البيض. من بعد كنضيف عليهم النشا 3 ديال المعالق، ما يكونوش عامرين بزاف كيف ما كتشوفوا معايا، ممكن تعوضوا النشا هنايا بمستحضر كريم باتيسير، وكنخلط هاد المكونات كامله بالضراب اليدوي حتى كيتجمعوا لي هاد المكونات بحال العجينه في الضراب. من بعد ما كنحصل على عجينه هكا مجموعه على الضراب كنضيف ربع لتر ديال الحليب، الحليب البارد ماشي السخون، وكنحاول نحل مزيان هذوك المكونات كامله في الحليب حتى كيندمجوا معاه وكيتطلقوا ما كيبقاوش هكا مكتلين او مجموعين. وكنضيف على الخليط ربع لتر ديال الحليب اللي درناه فوق العافيه كيغلي، وانا كنضيفه وانا كنحرك مزيان حتى كيندمجوا المكونات كامله، الحليب السخون مع المكونات ديال الحليب البارد. وكندير الكاسرونه ديالي فوق عافيه اللي كتكون متوسطه ما تكونش مجهده باش ما تلصقش لكم الكريمه في اسفل الكاسرونه وتحرق لكم، كنستمر هكا بالتحريك بالضراب اليدوي وكنركز على الجوانب مزيان باش ما يلصقوش فيهم الكريمه وتحرق
حتى كنحصل على كريمه اللي كتكون عاقده، ما تخليوهاش تعقد لكم بزاف باش ما تجيكمش صعيبه انكم تعمروا بها لي طاطويت ديالكم. هنايا من بعد ما قربت تعقد لي الكريمه ضفت واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، ما ذكرتهاش مع المكونات من الاول كنعتذر، ضفتها لان الزبده كتخلي الكريمه تجي فيها واحد اللمعه ليا زوينه، كذلك ما كتكونش لينا واحد القشره في الكريمه. من بعد ما كتعقد لي كنطفي عليها العافيه، كنرجع لهنايا لي طاطويت من بعد ما طابوا. هذا هو الشكل النهائي ديالهم كيف ما كتشوفوا، يجيو هكا ناجحين 100% وما كيصغاروش، كيبقاو في الشكل اللي درناهم في الليمون. صافي هنايا من بعد ما بردوا كنديرهم هكا في الطبسيل وحده حده وحده. هنا بالنسبه للكريمه دا هو القوام ديالها، كتكون هكا خفيفه ما كتكونش قاصحه بزاف، يعني ما تخليوهاش تعقد لكم اكثر من اللازم. صافي كناخذ انا الحبات ديال لي طاغطوليت كنعمرهم مزيان بالكريمه بالمعلقه. ممكن هاد الكريمه هذه تعمروها في جيب حلواني وتعمروا بها، كتكون في العمليه اسهل من المعلقه، ليكم الاختيار. وبالنسبه للكريمه ممكن تديروا اي كريمه كتناسبكم، مهم بالنسبه لهاد الكريمه هذه البنات كتجي زوينه بزاف، يعني لا كريم باتيسير منزلي 100%. من الاحسن هكا تحضروا في المنزل بصفار البيض، كيجي زوين ولذيذ، حسن ما تخدموا بمستحضر كريم باتيسير بوحدو. صافي هنايا يعني بعد ما عمرتهم كيجيو على هاد الشكل بالكريمه. كنحتاج هنايا اللوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي على حسب اللي متوفر عندكم، والمربى السائل الخاص بالحلويات. كناخذ هاد لي طاغطوليت هكا وكندهنهم بالشيتا بالمربى السائل. هنايا درت انا ديال المشمش حتى كندهن مزيان هذيك الكريمه بالمربى، وكنعمرهم من الفوق باللوز ايفيلي، وكيجيو على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا بساطين، وكيجيو لذاد بزاف. وغادي ندوز لي طاطويات كاملين اللي عندي، نستمر بنفس الطريقه، ندهنهم بالمربى السائل ونعمرهم باللوز ايفيلي. وبالنسبه هنايا اللوز ايفيلي راه محمر، درته في مقيله حتى تحمر مزيان عاد لي زينت به. وبالنسبه للزين كيبقى على حسب كل واحد وشنو كيبغي باش يزين الحاجه اللي كيفاش كيشوفها، ممكن تزينوهم غير بفواكه من الفوق مختلفه. مهم باش هكا نغيروهم الفواكه، حاولت كنشارك معكم غير اللوز ايفيلي، الزين اللي هو بسيط بزاف وكيجي زوين وراقي. وهذا هو الشكل النهائي ملي طاغطوليت بعد ما كملت ليهم تزيين. كملت ليهم تزيين من الفوق بخطوط بالمربى السائل، درته هكا في واحد البلاستيك غذائي وزينتهم هكا من الفوق. نتمنى يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. بالنسبه لك لي فوندي كيجيو مقرمشين وبالكريمه كتعطيهم واحد التعليكه اللي هي زوينه، نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. كذلك هذاك المربى باش دهنا الكريمه كيزيد يعطي واحد المذاق اللي هو غزال بزاف. ما تنساوش تخليوا البصيمه ديالكم اللي عجبكم الفيديو، تشاركوا في القناه اللي عجبتكم، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه، خليت لكم الراحه.